أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائماً التواصل معنا رقم الواتساب وأيضاً حسابنا على منصة إكس. إلى عناوين حلقة الليلة: تجاوزات مندوبية توصيل بالدراجات النارية تربك الشوارع وهاجس لقائدي المركبات، ولتحقيق بيئة مثالية كيف تصمم منزلك بما يناسب احتياجات أسرتك. وفي هذه الحلقة أيضا: رجال العفو منصة وطنية لنشر العفو والتسامح بين أطياف المجتمع السعودي، ورثها من والده حمد الرشيدي 4 عقود من الضيافة اليومية للزائرين وعابري السبيل بمنزله. بالفترة الأخيرة أكثرت الدراجات النارية في الطرق السريعة اللي كان هدفها أنها توصل لك الأكل وطلباتك بكل يسر وسهولة وأيضاً سرعة، لكن مع الوقت اللي صار اختلف تماماً، تحول الموضوع إلى مخالفات بالجملة من قبل بعض سائقي هالدراجات اللي صراحة مخالفاتهم كانت كبيرة جداً، حوادثهم أيضاً كانت في شوارع رئيسية بسبب القيادة على الأكتاف الأيسر في أقصاه والأيمن كذلك في أقصاه، ولذلك كانت مشاكل طوال الفترة الماضية. نشوف تقرير زميلي سعود بن بجاد ونرجع من تالي. اللي وراي صدمني، اللي قدام سلم. هذا ما يحدث عندما تكون العشوائية شعار قائد الدراجات النارية لتوصيل الطلبات. إرباك يشعر به قائد المركبة في الطرق السريعة أو داخل الأحياء. الصورة تختصر المشهد. يسوقون بشكل هستيري، مو بنفس اللي على الأنظمة نفسها. ففجأة حصلت واحد، هذا موقف اللي صار الوحيد، دبابات توصيل مطاعم. فجأة حصلت داخل معي المرتبة الأمامية من الجنب. شفت كيف الغرابة؟ داخل هو بالخوضة والقزازة معي. أنا بغيت أسوي حادث بسبب دباب، يعني وقف فجأة كذا وقوف مفاجئ في وجهي، وبغيت أدعمه، وفي دباب وراي بعد، يعني اللي وراي صدمني، اللي قدام سلم. إذا تحدثنا عن معايير السلامة فهم لا يتقيدون بها، ليس ذلك فحسب، بل لا يلتزمون بالمسار المحدد، فبعضهم يعكس السير ويعرض نفسه للخطر ويهدد أرواح الآخرين. وجوده مثل أي أحد، مثل الطفل اللي بيقطع الشارع. أنا مجرد من أشوف الدباب تجيك نوبة خوف أنه ممكن يعترض لك هو الشخص هذا، لأنه حتى مأمونية السلامة عنده والتزامه في معايير السلامة المرورية أعتقد أنهم بعيدين عنها كل بعد. قنابل موقوتة صاروا بالشوارع كثير، شفتها أمس أنا صار قدامي حاد ما يناظر، ما يلتفت، مرة ماسك اليسار يمشي 100 قدامي ويكبس. فصراحة أنا لازم مشكلة لازم يشاف لها حل. مع ازدياد أعدادهم يزداد الخطر، والصورة أبلغ من الكلام. سعود بن بجاد لقناة الإخبارية الرياض. بسم الله ما شاء الله، قررت وبديت تبدأ مشروع العمر، تحط رحالك في منزلك الخاص عشان تبي تنتهي من موضوع الإيجارات، وأنك تقول منزل للأسرة سواء شقة فيلا دور. بسم الله ما شاء الله يبدأ المعماري اللي بداخلك يظهر، تبدأ تعمر بيت العمر على قولهم اللي ترغب أن يكون على مزاجك وكيف الأسرة. بعد ما خلصت من البيت نقول لك طبعا مبروك، لكن الآن تبدأ تكتشف الأخطاء اللي وقعت فيها وتشوف أشياء أنت نسيت تحطها في بيتك تكون مهمة لك ومهمة لأبنائك. يعني البعض يقول لك ليتي ما حطيت القبو، والبعض الآخر يقول لك لو أنا زايد غرفة في السطح.
كان بيكون الوضع أفضل، والبعض يقول لك أنا أهملت بعض الأشياء ولذلك الخسائر بعد البناء بتكون أكبر. للحديث أكثر عن أهم مشاكل البناء ينضم لي بالاستوديو الأخ المعماري مهندس تركي حسيني. حياك الله طال عمرك. يا هلا مرحبا، يعطيك الصحة والعافية. الله حياك الله، الله يحييك. أنا ماني بسألك عن فيلا كبيرة، أبسألك عن أخطاء نقع فيها في بناء صغير. إحنا ببيوتنا تلقاك تسوي لك ملحق، تتبيخل لك بشغلة ثم تطلع لك تطلع بلاوي. إيش اللي يصير؟ قول لي أنت في الشارع تشوف. أنت ذكرت نقطة مهمة، أنه يبدأ يشتغل المعماري الداخلي. أيه. كلنا داخلنا معماري، والمعماري هذا غالبا في كل واحد طموح، يبغى كل شيء زين ويبغى يرتب ويزين، ولا وده يصرف. أيه. اي لكن زي ما قلت انت احنا قبل الهوى، انه المشكله انه تسوي شغله بعدين تبي تاجلها لبعدين وترجع تفكها فتصير دبل الشغله. صح. فانا دائما اقول اذا بتسوي شغله لازم تتاكد انها حسب احتياجك، يعني فعلا هذه الشغله اللي انت تبيها سواء بالتصميم. وانا دائما اقول الاخطاء اللي تصير في صاحب التجربه هو صاحب التجربه الاولى، اللي اول مره يرمم، اول مره يعمر بيته، فتلقاه يجي يسوي كل حاجه. أيوة. يبي مسبح، يبي قبو، يبي اي حاجه، يبي يرمم، يبي يشطب، فتلقاه يقع بالاخطاء. فلما يرجع مثلا يرمم مره ثانيه تلقاه يتفادى. مشكلتنا احنا لازم نقع او ندخل هذا النفق، نفق البناء، نفق التصميم، انه نبني بدون ما نفهم احتياجنا ومن غير الميزانيه، فتلقانا ندخل بهالمشاكل. تزيد الميزانيه، نركب اشياء ما هي ضروريه، نركب اشياء مؤقته بعدين نرجع نفكها. فاحنا دائما نقول استشير اصحاب الخبرات، تاكد من احتياجك انت وعائلتك انك انت فعلا تحتاج هذا الشيء، تحتاج هذا القبو، عندك ميزانيه تكفي، علشان ما تدخل في 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 مشكله وتسكر هالبيت ما تكمله. اهم مشكله نقع فيها وش هي؟ هل هي انه انت بيخل في موضوع المهندس الاستشاري اللي بيجي يوقف ويساعدني؟ هل هي في انه انا قاعد اسوي مجلس ومقلط وانا محتاجها؟ وش اهم مشكله تشوفها انت بالسوق؟ شوف لو قلت لك انه لازم كل واحد بيعمر ولا بيشطب لازم يجيب استشاري ولا مشرف، بصير يعني اقول اكذب عليك، لانه ما في مشرفين ولا مهندسين بيغطون هالكم. ممتاز. طيب الان الاشخاص اللي يرممون واللي يبنون ينقسمون قسمين، في ناس يقبلون انهم يرممون يدخلون هالتجربة ويطلعون بتجربة جميلة، وفي جزء يتعب من الترميم والبناء فتلقاه يكره هالعملية كلها. فحنا نقول لك ايه، تلقاه يكره وهو بالبداية تلقاه حابها، بعدين يدخل بهالنفق ويخسر وتتعب صحته. فاحنا نقول لك دائما استشر اصحاب الخبرة، لازم تكون متأكد من الاحتياج اللي انت بتسويه. والمشكلة الثانية نحنا مثلا لو بجوي اسوي شغلة تلقاني اسهل واحد مخلص من سنتين مثلا. ايه يا حبيبي، كل ست شهور يتغير الاسعار بشكل كبير. شلون؟ انا على بالي بقول لك ان النصيحه اخذها من واحد بنى قبلي. اي لا، بنى قبلك اذا هو تو ساكن ما يخالف. ايه؟ يعني سنه بس. احنا بالرياض اللي نشوفه خلال العشرين سنه اللي راحت، يعني خاصه العشر سنوات اللي راحت ذي، الاسعار البنى صارت ترتفع، اسعار المواد، اسعار العماله، فتطلع مواد جديده، تكسيات جديده، فلازم تكون ملم انت بالسوق، انتبه تسأل واحد. يعني أنا دائم أكثر مشكلة أشوفها أن يقول والله يا أخي أنا بنيت، سألت واحد وقال لي ما كلف البناء وأن القبو ما يكلف وأني توهقت وتوقفت. أمس واحد يرسل لي يقول أنا أبشرك سكنت، وأنا أذكر أبادي من ست سنوات. أوه الله. 500 متر، وأنا كنت أقول له قبل قلت ترى بيكلفك البناء، قال لا ما يكلف. يعني أمس ست سنوات، ست سنوات تخيل، ما يعني كان يعني على نقول أنه معيشة صعبة. صح. كل فلوسه يحطها بالبيت وقدامه عشر سنوات اقساط، فانت حكمت على نفسك 15 سنه عشان تطلع هالقبو وهالبيت الكبير، انه ما فيه يعني عشان زاد قبو. عشان زاد قبو. القبو يكلف دورين ولا دور؟ دبل دبل دبل, دبل يعني الدور. اذا ارضك 400 مثلا اضرب في 800 اذا بتحط الارض كامله، يعني اليوم المتر العظم خلينا نقول مثلا ب 500. ايه؟ 500 ب 800 ب 400000، القبو بيكلف 800000 على فلة 400 متر بل ميت كذا 800000. هذه حسبة وانت ما شفت كذا وانت ما عظم هذا، وبعدها شوف التكاليف الثانية، بعدها شوف اللي فوق. طبعا انا اقول بالاراضي الغالية والاحياء الجميلة واللي متر الحين بالرياض يوصل 10 12000،
إذا عندك ميزانية حط قبول، يعني يعتبر استثمار. بس لا تدخل بنفق أنه بخلص وتجي تسكر العظم شينكو وخلاص. الوعد بعد سنتين ثلاث. لا يتأس سنتين ثلاث. المشكلة العظم ما تقدر تبيعه، ما تقدر يعني خلاص هو اسمه عظم. وقف بحلقك يعني، لا تقدر تبيعه ولا تقدر تكمله، والمبلغ اللي يحتاج للتشطيب ثقيل. متى الواحد يكتشف أن العمالة اللي عنده قاعدين يتدربون؟ أنا واحد يا غافل لك الله وجبت واحد قال أنا مهندس، أنت يا العامل اللي موجود قال أنا مهندس، وأنت تقول أنه ما في مهندسين يكفون كل هالمشاريع اللي عندنا، تفضل هالمشاريع الكبيرة هم أيضا عندهم مشاكل من اليوم وبكرة، يعني مشرفين واستشاريين. أنا الآن بديت الرجال يقول لي ذولا عمال أثرك اليوم يجيبهم الفجر من الشارع. من الشارع. كيف أبدأ أعرف إن هذولا قاعدين يلعبون؟ شلون؟ هو المشكلة إنه يعني هو السوق قاعد يتنظم ويطلع مؤسسات مرتبة وعمالة، بس برضو ما زال في ناس الناس اللي يعني السوق ما شاء الله ما يغطي، يعني تخيل أصحاب المؤسسات أغلبهم مهما كان في شغل في ضغط في حركة يعني، فتلقاه يستعين. أنا دائما أقول إذا تبي تجيبك سباك ولا كهربائي ولا أي أحد، يعني لازم تكون عارفة جايبة عن طريق مقاول عن طريق تجربة، ويكون يعني خبير ولا فاهم بالشغل. يعني لا تثق بالمهندس اللي أنت جايبه مثلا موجود هذا. إذا المهندس ثقة وشجاعي طيب. بس أنا ما أعرف، أنا توي أول مرة أشتغل وقالوا لي زين. كيف عرفته يعني؟ هو قالوا لي زين. من اللي قالك زين؟ هو لازم هذا اللي اقولك، ترى انا اقولك هذا اللي بالشارع موجود وانت تعرف اكثر مني، انه اللي موجود انه واحد يجي يقولك والله انا شايفه في المشروع الفلاني صح ولا انا ترى ذا عمر اخوي. هو المشكله انه حتى اللي مدحها ذا يمكن مدحها لانه والله اسلوبه زين حبيب، فهذه المشكله. يصبر على الفلوس شوي. يصبر شوي ومن تدخل معه مشكله، فلازم تتاكد ان احترافي بالشغل محترف وكويس. في حال أنه أنا صار علي بعض الغش من يحميني إذا كان المؤسسة موجودة ولها اسم؟ والله أنا أقول دائم حاول ما يعني تدخل بمشكلة، لأنه إذا دخلت مشكلة وشكاوي المشكلة لازم توقف البناء ويطلع لجنة ومشاكل، ويعني تدخل مشكلة. فحاول من البداية أنك تتفق مع ناس كويسين، وإن شاء الله يعني وزارة التجارة وغيره وهيئة المهندسين يحاولون ينصفونك. بس أنه فعلا في مشاكل تصير، يعني انا اشوف مشاريع كثيره متعطله، تلقى يقول يا اخي انا عندي مشكله مع الكهربائي مشتكيه ما تقدر تكمل لين يجي احد يقيم، والمحكمه تقول لك لازم مقيم من برا يجي يقيم شغله عشان تكمل، واذا كملت قالوا كمل وحنا فحاول من البدايه انك تتفق مع مؤسسات معتبره كويسه معتبره عشان ما شفت هالجمال هذا ما شاء الله تبارك الله. هذه مشاريع الوطنيه للاسكان. والله انا من يعني دايم شوف هالجمال ازور، واحنا صممنا لهم على فكره الوطني للاسكان. وانا اقول الحين يعني اقول لاي احد مقبل خذ من الوطني للاسكان وانت مغمض، لانه مشاريع مواقعها ممتازه، تصميمهم حلوه، مشاريع دوله بعد كم سنه والله المليون بيدبل بمليونين، وفعلا دبلت ترى مشاريع الاسكان، حتى عيال عمي اخذوا يعني بعض المشاريع. فانا اقول المشاريع هذه خاصه بالرياض يعني تبي تدبل تراها، يعني اللي يشتري مشاريع الوطنية للإسكان ترى شراء واستثمار. أكيد ما يعني أنت قاعد تشتري في مناطق وفي ضواحي وفي أحياء ومخدومة. كاملة ومخدومة، وبعدين شمال الرياض وشرق وغيره يعني، وفيها ضمانات وبريكاست وغيره. أنت تشوف كيف المسارات اللي عند البيوت، تشوف العماير شلون هذه بجدة الظاهرية، يعني أنت تشوف الأسرة ممكن تتمشى هنا. جميلة جدا. هذا الآن شمال سلمان، هذا واحد من المشاريع، ضاحية خزام. خزام اي صح ما شاء الله تبارك. يعني حتى الاحياء اللي الغاليه ترى ما عندها. هو انت لو شفت جناح الوطني للاسكان بسيتي سكيب الا يعني كم العالم ما شاء الله قاعدين يحجزون يشترون، هذا دليل انه فيه اقبال بشكل. اذا دخلت الوطني للاسكان مش يطلع لك مشروع منتهي. خلاص قفل صح، يعني تجي تدور تطير كلها لأنه أسعار منافسة. كانت قبل سنتين ثلاثة اللي هي شمال سلمان ب900 الفلة، إلا الحين مليون ونص، اللي أخذ ب900 الحين يعني يعني ممتازة 400 متر. شوف كمان عندك ضاحية الفرسان أيضا. ضاحية الفرسان أنا حتى في ناس استثمروا استثمار غير أنهم يبي سكن في مناطق فيها غرفة استديو استديو استثمار يعني لأن لما يخلص ما
مطار الملك سلمان ومشاريع شرق الرياض بتصير يعني يمكن يصير في دائري هناك بصير في والقطار ممكن سيصل. من يحمي الناس من الغش اللي موجود في مفاصل البناء؟ أنتوا تشتغلون وترفعون الأسعار، ليش؟ لأن عندك أنت جودة ومطلوب. ليش تقولون ترفعون الأسعار؟ دائما ظالمين أنتم. لا أنتم تأخذون أسعار غالية علينا. ما إحنا شوف إحنا أسعارنا منطقية كشباب سعوديين، وعندنا شركات وعندنا كيان وعندنا. من هذا أقول أنت خسران. إحنا لا نقارن بواحد يعني معليش تاجر شنطة ولا كذا، إحنا عندنا مقر وعندنا شغل وعندنا مهندسين ونتعب على شغلنا وخبراتنا 20 سنة. ولذلك أنت إحنا يعني إذا غلط في أحد يحاسب، بغير أنه يحاسب ما غلط بإذن الله، لأن عندي استاف كبير وعندي جودة ومستوى مشاريعنا ممتاز، لا نقارن بالأشياء الثانية اللي صاير بالشارع يعني. فإحنا وهذا ماخذ ترى 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 ماخذ شيء كبير من السوق، لكشة كبير بس شوف يعني 40% من السوق. أنا أقول الحمد لله الفترة الأخيرة السوق ترى متنظم ومتفائل جدا بمستوى الانضباط اللي صاير بالسوق من ناحية وزارة التجارة وهيئة المهندسين. يعني أول كان السوق عشوائي، كنا نعاني يعني من 2015 وغيره، بعد اللي صار بالشدة والرقابة ويعني انضبط السوق. بدأ إيه؟ انضبط. لا لا يعني ما صار في أحد يجي يستهبل ويغش، ما صرنا نشوف المشاكل اللي كنا نصورها ورا الهبوط والمشاكل. لا انتهت يا كثر ما تكلمنا. تكلمنا وبس إنه الحمد لله انتهت. الحمد لله. أنا والله شاكر لكم مقدر، واحد من الشباب السعودي اللي يسوي عمل صدق متقن، أخوي المعماري تركي الحصيني. شكرا جزيلا لك، دائما تشرف بظهورك وحضورك. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا لك. لا عدمتك. شكرا لك. الله. أكثر من 4 عقود والعم حمد الرشيدي يستقبل الزوار من أقارب وجيران وجماعة مسجد وأيضا عابري السبيل. إضافة لذلك فهو يقوم بإعداد القهوة بنفسه، تجهيزها في الدلة الخاصة بها. قصة العم حمد خلنا نشوفه ونرجع منها. شوف حنا نذبح ضيف الله، نذبح ضيف الله، الضيف ضيف الله، نقوم بواجه ولا حنا منشدينه ولا حنا. شأنه شأن أبيه وأجداده 40 عاما وأكثر، وهو يستقبل بشكل شبه يومي جيرانه ومعارفه وعابر السبيل بقهوته التي يعدها بنفسه في مجلسه. يا أخي أنا أحب القهوة، والقهوة عندي سواتها طرب وتجيب لي ناس، ولا أبغى يعني هي عادة جميلة لما أسويها بنفسي أنا أسعد أني سويتها بنفسي، حتى قهوتي تجي في مكانها وفي يعني ميزانيتها وكمية هيلها وكمية القهوة، كمية المسمار، كمية يعني الزعفران، يعني بدون مبالغ. كان واحد لما قتل بوصف كل مكان قال أنا لا قربت عندك روح ريحة الهيل. سمات الخير والوقار البادية على محياه تلحظها في حديثه وفعله، سلوته استقبال الزائرين، وشعاره دوما املوا الوجار وخلوا الباب مفتوح، خوف المسير يستحي ما ينادي. اول شيء اطمن عليهم وشوف انا وياهم، نسمر معاهم، نتحدث معهم، شوفهم هم ربعنا، جماعتنا، جيراننا اللي حول، نشهد الاخبار، الحياه، الربيع، المكاشيت، يعني واهل الذول وين فلان راحوا، يعني فيها سمر وفيها جمعة جميلة. حتى بيتي طال عمرك دفة بدون مفتاح، حتى بعض ربعي يقول لهم ترى لو عندي مفتاح لبيتي أعطيتك مفتاح، لو بيتنا له مفتاح أعطيتك، لكن بيتي له مفتوح، دفة طال عمرك. بالنسبة للمادة والكلفة هذه ما هي مشكلة، بس أنا حاتي طال عمرك لمني بعدين كبرت أحاول لها طال عمرك أزرعها في أولادي أنها ما يتركون العادة دي. العم حمد الرشيدي إضافة إلى ضيافته الدائمة فهو قارئ للتاريخ ومهتم به، الحاضرون لمنزله يعودون أدراجهم محملين بالمعلومات التاريخية. طارق المزود، الإخبارية، الدمام.
قصص العفو في السعودية كبيرة جدا وقصص لا تنتهي، ولذلك في منصة أنشئت اسمها منصة رجال العفو، هي مبادرة وطنية أطلقتها جمعية تكاتف للخدمات الاجتماعية بالرياض. حرصت هذه الجمعية على تفعيل المبادرة لتتماشى مع تطلعات ودعم جهود القيادة والجهات الحكومية لنشر ثقافة العفو والتسامح وتعزيز قيم العفو لوجه الله تعالى بين كثير من أطياف المجتمع، ولذلك في هذه المنصة الكثير من القصص المبهرة والتنافس في خدمة الناس في موضوع العفو لوجه الله تعالى دون أخذ أي أموال من أي طرف من الأطراف. اليوم دور المنصة مهم جدا، حتكون خدمة مجتمعية تقرب وجهات النظر، تكون طرف ثالث بين اثنين متخاصمين تصلح بينهم. فضروري اليوم يكون جهة يعني مقننة تصلح ما بين الناس، وحتى العفو يكون بطريقة يعني موثقة. طبعا العفو أكيد شيء إيجابي، وهذا شيء وصلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، العفو والتسامح بين الأخوة المسلمين. صح أن في الآونة الأخيرة ممكن كثرت بعض القضايا القتل يعني، بس أن العفو شيء واجب علينا وشيء نؤجر عليه إن شاء الله. العفو والتسامح مو فقط لك أو للشخص الآخر، هو الموضوع لك أنت. إذا خليت نفسك سامحت ومشيت المواضيع، ترى الموضوع في الأخير يرجع لك أنت، فأنت المستفيد الأخير من التسامح. أخي من تسامح يعني الأخير المسلم يا أخي، فيكون له يعني حسنات عند رب العباد، يكون لها أشياء كثيرة عند رب العباد، يعني هذا بينه وبين ربه، يعني أشياء يعني كويسة في الدين هتكون. فإن كان يعني من تسامح في الدنيا فتسامح في الآخر، يعني أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء. منصة مرة جبارة، مشكورين عليها ومشكورين على كل القائمين على المنصة هذه. من عفا وأصلح فأجره على الله سبحانه. سنوات من خدمة الحرم كإمام له، أكثر من 4 عقود وهو يتوسط محراب الحرم المكي الشريف ويعتلي منبره. معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن أسديس له قصة جميلة في الحرم، هو وجهنا دائما للعالم من خلال الحرم المكي الشريف، وهو أيضا قصة جميلة في أروقة الحرم. الله يوفقه ويطول بعمره على الطاعة ويرزقه الصحة والعافية، له منا كل حب وتقدير، وهذه لمسة وفاء. الله أكبر، الله أكبر. 1404 للهجرة، بداية عظيمة لم تنتهي في أذهان المسلمين، تاريخ راسخ لا يمحى لإمام بلغ صوته وترتيله أصقاع المعمورة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام الحرم المكي وخطيبه، الذي بدأ إمامته من صلاة العصر في عام 1404 للهجرة، لتكون بداية الانطلاقة لصوت سديس في ساحات الحرم، وليكون فضل الله عليه بأن يعم صوته كافة الدول الإسلامية. أكثر من 4 عقود وهو يقف على المنبر ويتوسط المحراب، ويصطف خلفه الملايين من المصلين في الحرمين الشريفين. أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وصفوا الخلل. الله أكبر، الله
مسيرة ممتدة في إمامة الحرمين المكي والمدني، عين خلالها كرئيس للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومن ثم عين كرئيس للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير. مسيرة طويلة أصبح فيها سديس أمنية للحالمين بالصلاة خلفه أو حتى رؤيته، لمسة وفاء للشيخ عبد الرحمن سديس. الأمهات اللي يدعون لعيالهم دائما تقول رح جعلك تصير إمام زي سديس، هذه واحدة من أجمل الدعوات. الله يجعلنا مقبولين في الأرض وأيضا مقبولين في السماء. استودعكم الله، كونوا بصحة وعافية، مع السلامة.